امنيه وامل لحضرتك يعني ما شاء الله عليهم، يعني حاجه نادره من نوعها طبعا وحاجه جميله جدا بالنسبه ليهم. هو في البدايه كان والدهم جالي في التدريب وقال لي يا كابتن محمد ما الاولاد دول البنات دول يعرفوا يعني ينفع يتدربوا وهم مكفوفين؟ قلت له اه طبعا ينفع. قال لي ازاي يعني انا احس انهم مش هيعرفوا يادوا مش هيفهموا مش هيشوف؟ قلت له لا طبعا ده مفيش حاجه اسمها مستحيل، لان احنا في عندنا في الاتحاد طبعا ذو الهمم مكفوفين برضه، بس بالنسبه لامنيه وامل يعني حاله نادره، لان كل اللي معانا في الاتحاد من المكفوفين فبيشوفوا نسبه بسيطه يعني النظر بتاعهم بسيط. فبالنسبه لامنيه وامل هم الضمور عصب خالص نهائي ما فيش نظر. فانا طبعا بدات اشتغل معاهم طول ييجوا وبالفعل جولي وتعرفوا عليا وتعرفنا على بعض وبدانا معاهم تدريب. وطبعا ما شاء الله عليهم طبعا حسيه سمعيه وعندهم طبعا هم اولا مش بيشوفوا بنظرهم بس بيشوفوا بقلبهم فعلا بيحسوا بجد. انا بشجع الاهلي اساسا وعيلتي كلها اهلاويه، فطبعا كانت امنيه يعتبر اول مولود ليا وكده، فكانت دايما متعلقه بيا على طول وكده. فابتدت تسمع معايا الماتشات، حبت الماتشات، فابتديت اشرح لها مين الاهلي ومين زمالك ومين اسماعيلي ومين الانديه، انا فهمتها. ابتدت امنيه تحب الموضوع وكده، فابتدت على طول بقى ايه كل ماتش تتابع معايا وكده، فحبت الفكره يعني. بعد كده امل جت بقى برضو ابتدينا نفهمها وكده، وابتدت تاخد معلومات اكتر من امنيه بعد امنيه طبعا لما كبرت ودخلت التعليم وكده المدرسه ودخلت على السوشيال ميديا وكده، فحبوا الفكره يعني. وطبعا حياتهم كلها بقت هي الاهلي، وهو انا اللي بقى انت باخد منهم معلومات بقى. والله انا اكتر من مره قلت لهم انت هتروح مش هتنفيش معلق هناك، قالوا انت اللي هتعلق لنا. فابتديت بقى بعد كده بقيت اعلق لهم. بعد كده هم طلبوا مني قالوا لي لا ما تعلقش، احنا رايحين نساند ونشجع، ما احنا ممكن نتفرج عادي في التلفزيون في البيت وهنسمع معلق وهيبقى احسن منك كمان، ولكن لا احنا رايحين نشجع فريقنا ونساهم ونقف جنب فريقنا. فما عادوش بيخلونا اعلق لهم من اول دقيقه لاخر دقيقه لحد ما بيروحوا المباراه، لا تشجيع واغاني للنادي وبعد كده قال لك لما نروح نبقى نتفرج على المباراه براحتنا. لا الاثنين ما اقدرش اخيرهم عن بعض، الاثنين دويتو رائع جدا يعني بصراحه. يعني انا ما شفتش حد في مصر بيشجع اهلي زي امنيه وامل او بيحب الكره زي امنيه وامل كده للنادي الاهلي لفريقهم يعني. جرب تدخل الاستاد هتلاقي جوه ألف باب، والأهلي هيفضل الدواب. صعب في يوم تقدر تمنعني عن حبه ده ليا الهواء. أنا بلعب كاراتيه بقالي 10 شهور والحمد لله أخدت مركز أول محافظة وتاني جمهورية. طبعا بابا وماما هم أكتر ناس ساعدوني، يعني بشكرهم طبعا كلمة شكرا ما تكفيش بجد، هم أكتر ناس ساعدوني وهم اللي وصلوني للمكان اللي أنا فيه ده. طبعا أنا أهلاوية بالوراثة، يعني اتولدت وكبرت لقيت عيلتي كلها أهلاوية. بدأت إن أنا طبعا أخد حب الأهلي من بابا، بدأت إن أنا أسأله يعني وأنا صغيرة كده، كنت بروح أقعد معاه ألاقيه بيتفرج على الماتشات فأقول له إيه ده يا بابا هو مين اللي بيلعب؟ فيقول لي الأهلي، فبقول له هو أنت إشمعنى بتحب الأهلي؟ إشمعنى النادي الأهلي اللي أنت يعني بتحبه وبتشجعه؟ فقال لي لأن هو النادي الأهلي فيه استقرار، أعظم نادي في الكون، ده أفضل نادي في أفريقيا، هو أكتر نادي بياخد بطولات. فبدأت إن أنا أتابع، بدأت إن أنا أسأله على أسماء اللعيبة، طب الأهلي بيلعب مين النهاردة؟ طب بيلعب في بطولة إيه؟ فكبرت بقى بدأت إن أنا أحب الأهلي، والحمد لله دي أكبر نعمة بالنسبة لي إن أنا بعد نعمة الإسلام طبعا، يعني الانتماء للنادي الأهلي ده نعمة كبيرة الحمد لله. الأهلي هو حياتي، انا دايما بقول لبابا بيجي يسالني يقول لي بتحبيني انا الاكتر ولا الاهلي، اقول له ان في يعني جمله في اغنيه لجمهور الاهلي بتقول والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهل. الاهلي بالنسبه لي هو حياتي، بتعلم كل حاجه منه. طبعا انا في البدايه كنت بتابع على التلفزيون كل حاجه بتابعها، اخبار اجيب قناه الاهلي، قناه اون تايم، القنوات الرياضيه، ببدا ان انا اتابع واعرف المباريات امتى واتابع اخبار الفريق، التمرين، في اصابات، يعني حاله اللعيبه، ببدا ان انا اعرف الصفقات، الحاجات دي كلها، لحد ما بدات بقى ان بابا جاب لي موبايل بدات ان انا يعني
يبقى عندي يوتيوب، بعد كده فيسبوك، تويتر. بدأت ان انا اتعمق في السوشيال ميديا لغاية ما وصلت انا دلوقتي طبعا عندي معظم الابليكيشنز، يعني اكتر ابليكيشن بحبه هو تويتر. بحس انه بشارك فيه يعني هاشتاجات، بدعم اللعيبة من خلاله، بدعم النادي، فبحبه جدا يعني. فالحمد لله بدأت ان انا اعرف بقى كل حاجة يعني. طبعا احنا طبعا بشكر مستر بيتو موسيماني، هو اللي يعني هو اللي قال ان احنا، هو اللي طلبنا ان احنا نكون موجودين. طبعا رحنا حضرنا التمرين، ما فيش حد دخل حضر التمرين غيرنا. طبعا اللعيبه اتمرنوا بقوه جدا، يعني بطمن جمهور النادي الاهلي اللعيبه اتمرنت بجد بشكل رائع، واللعيبه مركزين، هو فاضل التوفيق بس باذن الله يعني. طبعا شفنا اللعيبه، شفنا كان طبعا كابتن محمود كهربا كان هناك وسلمنا عليه، وان شاء الله ترجع وتتالق يعني. وكمان كابتن مؤمن زكريا كان هناك، ربنا يشفيه يا رب ويرجع بالسلامه. طبعا كابتن محمد محمود، كابتن حسام حسن. الخبر ده من اجمل الاخبار اللي انا استقبلتها في حياتي بجد، لانه انا لحد دلوقتي فعلا مش مصدقه ان انا هسافر. يعني فكره ان انا اتفرج على الفريق من البيت، فجاه الاقي نفسي بحضر مبارياته في الدوري مثلا، فجاه الاقي نفسي بسافر وراه في البطوله الافريقيه. لا طبعا حاجه طبعا فخر لاي حد، وانا مبسوطه جدا باذن الله. وعد بوعد كل المصريين ان احنا هنشجع من اول، مش من اول دقيقه، من اول لحظه لاخر لحظه في المباراه باذن الله. ال11 يا اهلي، عايزه اقول لهم ان احنا ما بقاش في حاجه اسمها بتلعب خارج ارضك، لا الكره ما بقاش فيها الكلام ده. احنا شفنا الوداد كسب بيترو اتلتيكو في انجولا 3-1، وتعادل في المغرب 1-1. فالكره ما بقاش فيها الكلام ده، العب بشخصيه البطل، العب بروح الفانيلا الحمراء. الاهلي لو مركز، لعيبه الاهلي لو مركزين يقدروا يكسبوا اي حد في اي مكان. هو انا كبرت لقيت نفسي كده بشجع الاهلي، عارفه الاهلي، عارفه حبي للاهلي. طبعا انا اهلاويه بالوراثه، دايما كنت بشوف العيلة كلها بتتجمع وقت ماتشات الأهلي. طبعا كنت بقعد أتفرج معاهم. لما كبرت لقيت نفسي كده تلقائي كده، لما الأهلي بيكسب بلاقي نفسي مبسوطة حتى لو كانت في حاجة مزعلاني. لا قدر الله لو خسر بلاقي نفسي زعلانة كده حتى لو كنت مبسوطة جدا. فلقيت حب الأهلي حاجة جوايا كده. ماتش الأهلي والاتحاد السيزون ده، الأهلي كسب في الماتش ده 1-0. أنا روحت كده، فروحت فهتفنا كده أنا أمنية في البداية بصوت واطي. فجأة لما الفريق نزل بدأنا نعلي في صوتنا. يعني بجد كان يوم جميل جدا، يعني ما كنتش أتوقع أصلا إن أنا أعزل فريق من المدرجات. أكيد طبعا يعني أي حد أهلاوي لازم يكون عنده ثقة في فريقه. طبعا المباراة بدأت لما إنبي جاب جول، أكيد زعلنا، بس كان عندنا ثقة إن فريقنا يقدر يعوض. حتى قبل الهدف أنا أمنية هتفنا وقلنا مفيش مستحيل يا ملك التسعين. بعدها بثواني أو لحظات الجول الأول جه، بعدين برضو فضلنا نشجع وكده لحد ما الجول التاني جه، وهو ده النادي الأهلي، وهي دي روح الفانيلا الحمراء. محدش يعني يقدر يقول الماتش انتهى لحد غير مع صفارة الحكم، لأن هو ده الأهلي. الأهلي حقق بطولات كتير في التسعين، فدي مش حاجة غريبة على النادي الأهلي. بين الشوطين حد جه يكلم بابا يعني راح يكلمه، كنا احنا بقى قاعدين، فبابا راح عرف منه، جه قال لنا هقول لكم خبر. فقلنا له ايه هو؟ قال احنا هنشوف كابتن بيبو بكره. بجد ما كنتش مصدقه نفسي ان انا اروح اشوف الاسطوره كابتن بيبو، وغير كده هدخل النادي الاهلي. ده حلم كنت بحلمه يعني من زمان، والحمد لله يعني انه اتحقق. بس كنت مبسوطه جدا جدا، بشكر كابتن بيبو على حسن الاستقبال الرائع، ودي مش جديده على كابتن بيبو ولا عن النادي الاهلي. لا هو في اليوم ده ما كانش فيه تمرين، بس احنا مستر بيتو موسيماني استدعانا يوم الثلاث عشان نحضر التمرين. قابلنا هناك اللعيبه، قابلنا هناك بقى اليو ديانج ومحمد عبد المنعم واحمد عبد القادر وياسر ابراهيم ومؤمن زكريا ربنا يشفيه والفولت كهربا ومحمد هاني وعلي لطفي. قابلنا اكرم توفيق ولاعيبه كتير قوي، وحسام حسن واحمد نبيل كوكا. طبعا اكيد طالبناهم بال11، ويعني وضع عليهم التركيز، وضع عليهم ان هم عندهم حافز ان هم يكسبوا البطوله دي، باذن الله نقدر ناخد اللقب. واحنا بعد طبعا بعد ما خرجنا من عند كابتن بيبو، حد كلم بابا وقال له طبعا من صحابه،
فبابا قال لنا، بس طبعا ما كنتش مصدقه لحد ما حد كلم بابا من الشركه نحضر مباراه الاهلي في المغرب. طبعا ده يعني لحد دلوقتي حاسه اني في حلم، يعني بجد كان خبر جميل جدا. ان انا حتى كنت نفسي اتفرج في البدايه، كان نفسي احضر بس ماتش الاهلي من المدرجات، فجاه اسافر ورا الفريق وفي بطوله، وعلى يعني على بطوله في مباراه حاسمه زي دي، فاكيد الاحساس كان احساس جميل جدا. عايز اقول لهم ال11 يا اهلي، بالدم بالروح افريقيا مش هتروح، جمهوركم منتظر ال11، وباذن الله نحقق اللقب ونرجع بالكاس.